فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم على المنحة دي حابب أوضح لقناتنا، قناة منح من كل ألوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، ودي القناة الخاصة بينا. كمان ده الويب سايت الرسمي لينا، هتلاقوا ليه فرص ومنح كتيرة جدا، ياريت برضو تتصفحوها. بالإضافة كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي منحة حكومة هولندا الممولة بالكامل لعام 2021. خلينا نتعرف على التفاصيل بشكل أكتر. الدولة زي ما احنا قلنا هي دولة هولندا. بالنسبة للجهة اللي بتقدم المنحة دي، اسم المنحة دي Orange Knowledge Scholarship، تمام، وبيرمز ليها بالرمز ده OKB، تمام. دي الجهة المانحة اللي موجودة في هولندا. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، احنا ما عندناش دول كتير متاحة، دول عربية كتير يعني متاحة في المنحة دي. هتلاقي مصر موجودة متاح ليها التقديم، هتلاقي كمان زي الأردن موجودة، تمام، هتلاقي السودان، الصومال، جنوب السودان، في عدة دول عربية متاح ليها التقديم، لبنان كمان متاح ليها التقديم، تمام. دي قائمة الدول المتاح ليها التقديم في المنحة فقط، وكمان فلسطين متاح ليها التقديم. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، ركز بقى معايا، المنحة دي موجهة لمرحلة الماجستير والدورات القصيرة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي هي في اخر سنة بكالوريوس او اللي عايزة تدرس الماجستير متاح ليها التقديم، تمام كده. وفي حاجة تانية بتقدمها المنحة دي اسمها الدورات القصيرة. يعني ايه الدورات القصيرة؟ يعني انت ممكن تاخد زي انترشيب او تدريب، تمام، في تخصصك. انت مثلا بتدرس تخصص طبي وعايز تاخد تدريب في التخصص ده لمدة 3 شهور او 6 شهور او سنة، تمام، متاح ليك انك تاخد تدريب في هذا التخصص، سواء انت بقى طالب بكالوريوس ماجستير دكتوراه، متخرج من البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، بتقدر تقدم عادي على الدورات القصيرة. لكن درجة الماجستير هي اللي متاحة فقط، يعني كدرجة علمية مش دورات، درجة الماجستير متاح ليها التقديم، والدورات متاحة للكل سواء بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، تمام كده. طيب بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي، المنحة دي ممولة بالكامل. من حيث الرسوم الدراسية هتكون كاملة بالمجان، كل الرسوم الدراسية بيتم دفعها ليك، ما بتدفعش اي تكاليف خالص. تأشيرة هولندا كمان، وده بيسهل الموضوع اكتر، لانك مش مطلوب منك عند التقديم على التأشيرة حساب بنكي او اشياء معقدة، لا، كمان التأشيرة بتاعت هولندا بيتم توفيرها ليك. تكاليف السفر والطيران على حساب المنحة، التأمين الصحي كمان، تمام، ومبلغ مالي لتغطية نفقات المعيشة عشان السكن وجبات الطعام وغيره، تمام كده. دي بالنسبة للتمويل. كمان ما تنساش ان هولندا من ضمن دول الاتحاد الاوروبي او دول الشنغن، فبالتالي بتقدر تخش المانيا، ايطاليا، النمسا، اسبانيا وغيره من دول الاتحاد الاوروبي بدون تأشيرة لو انت معاك اقامة دراسية في هولندا، تمام. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة، كل التخصصات متاحة مثل الهندسة والعلوم والطب والتخصصات الأدبية وغيرها، حيث أن هناك 653 جامعة ومؤسسة مشاركة في المنحة دي. المنحة دي مشارك فيها جامعات كتير جدا، تمام، أكتر من 600 جامعة مشاركة في المنحة دي. فبالتالي الأوكي بي ده أو الجهة المانحة دي مش جامعة، دي مؤسسة بتمول الطلاب للدراسة في الجامعات المشاركة، تمام، الجامعات المشاركة مع أنهم يدرسوا التخصص اللي هم عايزينه. فبالتالي اللي هي تركز معايا الاوكي بي دي بتعرض عليك التمويل عشان تدرس في اكتر من 600 جامعه، تختار جامعه من اكتر من 600 جامعه مشاركه مع المؤسسه دي او مشاركه في المنحه دي، تمام كده. وطبعا في كل التخصصات اللي انت يعني عايزها، سواء انت عايز هندسه، علوم، طب، متاح لك التقديم في اي تخصص. بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي بتختلف على حسب الجامعه اللي هتقدم ليها، ولكن الجامعات بتتفق على ان يكون لديك اخر مؤهل دراسي، يعني طبعا كل جامعه وليها متطلباتها، ولكن الاوراق المطلوبه بشكل عام بنسبه 90% بتكون اخر مؤهل دراسي، بتكون كشف الدرجات، صوره جواز السفر، وان يكون لديك مستوى في اللغه الانجليزيه. طبعا انا بوجه للناس رساله، يا ريت لما تيجي تقدموا في المنحه دي تختاروا جامعه ما تكونش بتحتاج الايلتس او التويفل او شهاده اثبات اللغه الانجليزيه بشكل الزامي. فانت ما تروحش تختار جامعه محتاجه الايلتس او التويفل بشكل الزامي، تروح تختار جامعه
مش بتحتاج اللغة الإنجليزية بشكل إلزامي، تمام؟ مش محتاجة منك شهادة اللغة، فتحاول تدور على أحد الجامعات اللي فيها تخصصك المتاح فيها دي، تمام؟ طيب آخر ميعاد للتقديم في المنحة دي هو 30 يونيو 2021، ده آخر ميعاد عشان تقدم في المنحة دي. كيفية التقديم: بيتم التواصل مع المؤسسة التي تريد أولا، وهنفهم الحتة دي دلوقتي لما أجي أشرح لكم إزاي ممكن تقدم. كمان ما تنساش إن قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي اللي إحنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول في الصين، خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة أنت عايزها، وخدمة تجهيز الأوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز تقدم في الخدمة دي من خلالنا برضه متاح، اللي هي خدمة التقديم على المنح، ورابط خدماتنا بتلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان هنا رابط خدماتنا الإضافية بتفتحه بتلاقي فيه كل الخدمات اللي إحنا بنوفرها، وبتختار طبعا الخدمة المناسبة ليك، تمام؟ دي الخدمات، ده رابط الخدمات بتاعتنا. تقديم للمنح عندنا ضمان القبول في الصين، تجهيز الأوراق، التقديم على الكورسات، أي خدمة عايزها بتضغط على قدم الآن وبتملأ الاستمارة وبيتم التواصل معاك وترتيب كل شيء ليك، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف بقى الإعلان الرسمي للمنحة. تيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي للمنحة دي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصة بالمنحة اللي أنا قلتها. هيفتح معانا كل تفاصيل المنحة. زي ما انا قلت المنحة بسيطة مش معقدة، بس تحاول ترتب كل حاجة ليها وتجهز الأوراق المطلوبة. طيب ده الموقع الرسمي، تمام؟ زي ما موجود دي المؤسسة Orange Knowledge Program، تمام؟ Orange Knowledge Program. طيب هتلاقي هنا كل التفاصيل اللي متوفر في المنحة دي. زي ما احنا قلنا الدورات القصيرة ودرجة الماجستير بتكون لمدة سنة واحدة او سنتين على حسب ما انت عايز، تمام؟ وهنا بقى قائمة الدول المتاح ليها التقديم في المنحة دي، قائمة الدول المتاحة وكل التفاصيل موجودة هنا. طيب انا عشان اقدم اعمل ايه؟ بيقول لك عشان تقدم مفيش ابلكيشن اونلاين من خلال المؤسسة، ولكن بتروح لحاجة اسمها الفلتر بتاع الاوكي بي، وبتختار التخصص والجامعة اللي انت عايزها. فبتروح تضغط على دي فايند ستادي او يوزنج فلتر، بتضغط عليها عشان تفتح معاك وتختار تخصصك، تمام؟ هتفتح معانا الصفحة دي وهفهمكم دلوقتي المفروض اللي احنا نعمل ايه. هتلاقي هنا من القائمة الجانبية بيعمل لك فلتر للتخصصات المتاحة والمراحل الدراسية. هنا التخصصات المراحل الدراسية المتاحة، انت في الفلتر ده تروح للجزء ده اللي هو مكتوب عليه Orange Knowledge Program. ليه؟ لان ده الجزء اللي احنا بندور عليه، يعني احنا عايزين كل الجامعات والتخصصات الشريكة مع المؤسسة دي، واضح كده؟ يعني في جزء السكولارشيبس تروح لي ده. لو انت شلت التظليل على الجزئية دي بتلاقي ان بيظهر لك تخصصات وجامعات مختلفة. لو انت عملت التظليل على الجزئية دي واخترت Orange Knowledge Program هيظهر لك كل الجامعات والتخصصات المتاحة. عندنا 557، تمام كده، بروجرام في جامعات مختلفة. طيب هنا انت بتبحث عن التخصص اللي انت عايزه. انا عايز مثلا اتقدم في تخصص هندسة مدنية، فاكتب Civil Engineering، تمام، وهضغط على الهندسة المدنية عشان يطلع لي الجامعات ويطلع لي ايه الحاجات اللي في الهندسة المدنية، تمام كده؟ فبيطلع لي التخصصات المتاحة تبع الهندسة المدنية. فأنا مثلا هختار أول حاجة ده، تمام، اللي هو تبع ديفولت يونيفرسيتي، فاختار التخصص ده واضغط عليه، تمام كده؟ طيب هيفتح لي كل تفاصيل التخصص ده، هيفتح لي التفاصيل بتاعة التخصص ده هي ايه، هيقول لي البرنامج ده مدته سنتين، الدراسة باللغة الإنجليزية، ايه الأشياء المطلوبة، كل حاجة هتلاقيه موضحها لك كده. طب انت المفروض تعمل ايه؟ لما تفتح تفاصيل التخصص تروح بقى للجامعة نفسها وتتواصل معاها، تمام؟ فبتروح عند كلمة كونتاكت دي، وهنا بيقول لك ده عنوان الجامعة. تروح انت ضاغط على الجزء ده اللي هو بتاع الجامعة نفسها، موقع الجامعة نفسها، عشان تروح وتشوف الايميل بتاع الجامعة، تمام؟ احنا عايزين دلوقتي نوصل للايميل بتاع الجامعة اللي احنا عايزين نقدم لها، اللي هي ديلفت يونيفرسيتي، تمام؟ طيب هنروح، هيفتح معانا دلوقتي موقع الجامعة. هتروح للفوتر اللي تحت خالص وتلاقي الايميل بتاع الجامعة. تروح انت واخد الايميل بتاع الجامعة، كاتب لهم رسالة: انا فلان الفلاني من دولة كذا، وعايز اقدم لمنحة Orange Knowledge Program، وعايزكم تبعتوا لي الابلكيشن الخاص بالمنحة دي، لان كل جامعة ليها ابلكيشن وكل جامعة ليها تفاصيل على حسب برضو الدولة، يعني جنسية الطالب ايه، تمام كده؟ فنفس النظام هتعمله بقى مع اي تخصص تاني. يعني هنا عايز التخصص ده تروح تفتح برضو القائمة بتاعتها وتشوف التواصل مع الجامعة ازاي، تاخد الايميل تبعت لهم رسالة، تستنى لما يرد عليك وبعتوا لك تفاصيل التقديم للمنحة دي وكل شيء، تمام كده؟ دي كيفية التقديم. يبقى التقديم بيتم عن طريق ان انت بتتواصل مع الجامعة اللي انت عايز تقدم ليها مباشرة.
تمام كده. طيب كده بقى احنا شرحنا كل تفاصيل المنحة، وضحنا كل شيء، ازاي ممكن تقدم منحة ممتازة ممولة بالكامل، متاح فيها جامعات كتير وكل التخصصات متاحة. كمان ما تنسوش خدماتنا الإضافية لو حابين تقدموا على المنحة دي من خلالنا، او حابين كمان تدرسوا في الصين وتاخدوا منحة دراسية مضمونة القبول 100% وخدمات التجهيز والتقديم على الكورسات. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.